السلام عليكم، اهلا وسهلا بجميلات الانيقات. فكنتمنى تكون احوالكم طيبه وفي احسن احوال. فبالنسبه للفيديو اليوم غنشوفوا اخر اطلالات القفطان المغربي. فانا كما كتشوفوا معايا عروس مغربيه والقفطان المغربي اكيد. فهنا كما كتشوفوا معايا القفطان المغربي اللي جا رائع، والخدمه ديالو اكيد اللي جات غزاله ما شاء الله. فكما كتشوفوا معايا جاب واحد الخديمه اللي هي انيقه مصفيفه وبالعقيده ديالو. انا الصوره كيقربكم اكثر القفطان كيفاش مخدوم. نمشيو هذا الموديل هذا اللي جاي باللون الاسود بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا. الطريقه ديالو كيفاش مخدومه، كيفاش طالع القفطان ما شاء الله، طالع بواحد الطريقه اللي زوينه. شوفوا معايا الخدمه ديالو اللي هي ما شاء الله غزاله. فانا الصوره كتقربكم اكثر القفطان كيفاش مخدوم. ونمشيو هذا الموديل هذا اللي جاي مخدوم بخدمه المعلم، حاضره فيه بقوه. شوفوا كيفاش مخدوم في الصاله ديالو، كيفاش مخدومه، جات انيقه وزوينه. شوفوا معايا الخديمه اليدين كيفاش مخدومين. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر القفطان كيفاش مخدوم، كيفاش ملبوس. نمشيو هذا القفطان هذا كيفاش مخدوم حتى هو كذلك. فهو مخدوم بواحد الطريقه اللي هي غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه اللي عند الصدر، وشوفوا معايا الخدمه اللي في الاسفل ديال القفطان، كيجا رائع ما شاء الله. وهذا موديل اخر ديال القفطان، فكما كتشوفوا معايا حتى هو جاب واحد الفصاله اللي هي غزاله ما شاء الله، مختلفه على اللي دارج بزاف هاد السنه. فشوفوا معايا كيفاش مخدوم هنا عند اليدين، وتنبات مخدوم عند الصدر. ففصاله ديالو جات غزاله ما شاء الله كتحمق. ومشو هذا الموديل هذا اللي جاي رائع، اللي جاي بفصاله غزاله ما شاء الله، بواحد الخدمه اللي هي غزاله ما شاء الله. وهذا موديل اخر كذلك كما كتشوفوا معايا باللون الاسود، السيدات العاشقات لهذا اللون. ومشو هذا الموديل هذا اللي جاي ما شاء الله بواحد الخديمه اللي هي غزاله ما شاء الله، كما كتشوفوه معايا كيجا غزال ما شاء الله. وهاد الخديمه هذه كما كتشوفوها معايا كيفاش دهنا هنا في الخلف ديال القفطان. وهنا بالنسبه للعريسه ديالنا، شوفوا معايا الرشمه ديال القفطان كيفاش دايره، كيفاش مخدوم. كنتمنى الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. وهنا كما كتشوفوا معايا هذا القفطان هذا كيجا غزال ما شاء الله. انا خدمه المعلم حاضره. وهنا بالنسبة لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا مخدوم بخدمة المعلم وبعقيدات من الفوق حتى الأسفل. وشوفوا معايا واحد اللفة ديال المحجبات بالنسبة للمناسبات، فهي غزالة. فكنتمنى تعجبكم، إلا عجبتكم اسمحوا لي، إلا عجبتكم كنتمنى تخلوا لي الكومنتير ديالكم التعليق. وهنا موديلات جديده كما كتشوفوها معايا، فهي نفس الموديل تقريبا فقط الاختلاف في اللون كما كتشوفوا معايا كيفاش مخدومه. وهذا موديل اخر كذلك في القفطان المغربي، فهو خدمه المعلم كذلك حاضره فيه، ومعنا وحاضره فيه الطرز وكذلك العقيدات صفيفه كذلك.
فقولوا لي يا عينالو اللي عجبكم من هاد الالوان هذا. وشوفوا معايا هاد الموديل هذا اللي كيجي هكا بالقفطان والكيمونو ديالو. شوفوا معايا كيف كيجي. شوف كيجي في اللبسه، فهنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون، وهنا موديل اخر بالنسبه للقفطان المغربي. فكما كتشوفوا معايا، وهذا كيجي غزال ما شاء الله كذلك. شوفوا الخدمه ديالو، التوب ديالو كذلك. شوفوا الخدمة ديالو هنايا كيفاش دايره. وهذا موديل اخر كذلك للقفطان المغربي، وهذا موديلات اخرى بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا الموديل هذا اللي فيه الطرز ديال القفطان المغربي، يعني حاضره فيه بكثره كما كتشوفوا معايا هنايا. هنا الوان مختلفه، موديلات كذلك مختلفه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب. وهذا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الازرق الملكي. شوفوا معايا مخدوم بصفيفه مرمه غليظه. وهذا اللون ديال الاورانج كيفاش جا. شوفوا الخدمه ديالو كذلك حتى هو كيفاش مخدوم. وهذا اللون هذا حتى هو كيجا رائع. فهنا مجموعه من التشكيلات ديال القفطان المغربي. هذا موديل اخر كما كتشوفوا هنايا، فهو جاب واحد التشكيله مختلفه، واللي داخل فيه السفيفه كذلك وبالطريز في التحت وعند الكمام. وشوفوا معايا هذا الموديل كيف جا رائع كيحمى. شوفوا معايا الخدمه ديالو كيفاش مخدوم، معنا هنا فيه التنبات وفيه الطرز. شوفوا معايا، فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر القفطان كيفاش مخدوم. وهادو قفطنات اخرين كما كتشوفوا معايا، فهنا كيبقى فقط الاختلاف في اللون ونفس الخدمه. فكنتمنى تدخلوا لي في التعاليق اين اللون اللي عجبكم، من القفطان اللي عجبكم، هكا باش يكون تفاعل في هذه القناه هذه. وكنتمنى ديروا لي لي جيم